Messi, Ronaldo! Oh, Messi, Messi, salta! Golazo, golazo, Neymar! شعل النار, Neymar! مساء الخير مشاهدينا الكرام, واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رياضه اليوم. لكن قبل ان نبدا حلقتنا ندعكم مع ابرز محاورها. تشيلسي يتجاوز ارسنال في قمه الجوله العشرين للبريمير ليج. انتصاران مهمان للاهلي المصري والوداد المغربي بدوري ابطال افريقيا. سردم والطريق يكملان عقد المتاهلين لنصف نهائي كأس أندية إقليم الجزيرة. أهلا بكم من جديد. قلب تشيلسي تأخره أمام مضيفي أرسنال بهدف إلى انتصار بهدفين لهدف في قمة مباراة الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم. ففي اللقاء الذي احتضنه استاد الإمارات في العاصمة البريطانية لندن, ورغم تقدم أرسنال بهدف سجله هدافه الجابوني بيير أوباميانغ, إلا أن تشيلسي نجح في قلب الطاولة على مضيفه بإحرازه لهدفين في غضون 4 دقائق فقط بواسطة كل من جورجينيو وتامي أبراهام, ليعزز البلوز مركزه الرابع على سلم الترتيب رافعا رصيده ل 35 نقطة, فيما جاء أرسنال بمركز الثاني عشر ب 14 نقطة. وفي مباراة أخرى عزز ليفربول موقعه في الصدارة بفوز المهم خارج ميدانه على ولفرهامبتون بهدف حمل توقيع مهاجم الدوري السنغالي ساديو ماني, ليرفع الريدز رصيده ل 55 نقطة في الصدارة, بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز السابع. نعم مشاهدينا, الحديث أكثر عن الدوري الإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا ينضم إلينا من تونس الكابتن زياد المستيري محلل ومدرب كرة قدم. مساء الخير كابتن زياد. مساء الخير كابتن سومر, تحيه لك وتحيه للمشاهدين الكل. مساء الخير كابتن. انتصار مهم لتشيلسي على ارسنال, قلب الطاوله على ارسنال بفوزه بهدفين لهدف في قمه الجوله العشرين, قراءتك للقاء؟ طبعا مقابله مهمه جدا, غريمين ديربي لندن ما بين ارسنال وتشيلسي. تقريبا المقابله كانت مهمه للفريقين, فريق الارسنال عودة لل خلينا نقوله للأضواء بعد النتائج السلبية مع قدوم مدرب جديد, فكر ممتاز كأرتيتا, لاعب مدرب ممكن يتماشى أفكاره مع أفكار أرسنال, الأفكار الهجومية, أفكار الكرة الشاملة, لكن يلزموا بعض الوقت المدرب هذا. شفنا تقريبا مقابلة ممتازة من الأرسنال, كل شيء كان يوحي للأرسنال ماشي في طريق الفوز, لكن بعد خطأ من حارس مرمى بطبيعة ممتاز جدا بتاع الأرسنال, لكن خطأ ينجم يصير. بعد الخطأ هذا والهدف تقريبا الأرسنال تمسوا أو معنويا نحكيه فما تمسوا معنويا لاعبي الأرسنال, وكانت تقريبا خرجوا من المقابلة طلعوا خلوا برشا مساحات في خلف الدفاع اللي استغلهم ويليان بالسرعة متاعه مع فنيات أبراهام وكمل يقتل المقابلة. لكن كيف ما قلت مقابلة كانت توحي تقريبا الشوط الأول ونصف الشوط الثاني الكل للأرسنال, الأرسنال هجوميا أفضل بلخص الشوط الأول, أرسنال تقريبا مكتسح المقابلة, كان ينجم يقتل المقابلة عديد المرات, لكن مع الخطأ متاع حارس المرمى تشيلسي بخبرة اللاعبين متاعه كويليان والسرعة متاعهم مع المرتدات قدر انقلب النتيجة. تعرف تشيلسي تفوز أكثر في خارج ملعبها أكثر من اللي تفوز في الملعب متاعها, ممكن هذا نفسروه للضغوطات متاع الجمهور متاعها, جمهور صعيب وصعيب جدا,
نعطيك بعض الأرقام لهنا كابتن سومر. تفضل. تشيلسي تفوز 7 مقابلات خارج الميدان، 4 مقابلات فقط في الميدان بتاعها. معناتها تشيلسي معناتها ماشي مفاجأة إنه تشيلسي تفوز خارج الميدان بتاعها. كيف ما قلت فما لهنا أرسنال مع أرتيتا نتصور في المستقبل باش يكون فريق ممتاز وممتاز جدا، فما بوادر نتاع مشروع فريق ممتاز جدا. حسب رايا أرتيتا تفوق على لامبارد رغم الهزيمة. نعم، طب شو سبب تراجع أداء أرسنال بالشوط الثاني وعودة تشيلسي للقاء كابتن؟ ممكن هو الخطأ نتاع حارس المرمى، حارس المرمى خطأ بدائي، سوء تقدير الكرة تطلع، سوء تقدير هذا هو خروج في غير مكانه، ثم جيرجينيو اللي يستغل الموقف ويسجل. أنا زاد تراجع كبير في البلوك تاع الأرسنال اللي قبل برشا لعب، على عكس الشوط الأول اللي طلع فيه وصنع لعب وحاول يحط تشيلسي لامبارد في مكانه، لكن بعد سيرتو بعد دخول جيرجينيو تشيلسي يفتك منطقة وسط الميدان، صنع برشا لعب على الأطراف مع صمود الأرسنال كبلوك، رغم اللي الأرسنال ما عندوش خلينا نقوله هوية دفاعية، ما عندوش تقاليد في الدفاع، عمل مقابلة بعد الهدف بعد 1-0 مقابلة ببلوك دفاعي منظم ورائع جدا، ثم بعد الهدف كيف ما قلت وتقدير تمسوا معنويا لاعبي الأرسنال، افتح برشا مساحات، طلع الأرسنال مع الدفاع اللي نحكيه لنا على 4 مدافعين بتاع الأرسنال اللي عندهم برشا مشاكل. ممكن كبلوك دفاعي الأرسنال يدافع ممتاز وممتاز جدا، لكن 4 مدافعين وحدهم وقت اللي الأرسنال تطلع تهاجم تخلي مساحات ل4 مدافعين يمكن ضربهم بالمرتدات وسيرتو بالسرعة متاع ويليام، مع شفنا تعب كبير ياسر من لاعبي الأرسنال سيرتو، فما لاعب معناتها بجنب ويليام يجري شفنا ليه تعب اللي ما نجمش يجاري اللصق متاع ويليام. ممكن ياسر فما عنده مشاكل معناتها بتاع إصابة ممكن أو بوادر إصابة معناتها هذا، وهذا نردوا للمقابلات اللي ورا بعض معناتها لنا في أعياد الميلاد كل البطولات تقف، كل البطولات تمشي للاستراحة إلا البطولة الإنجليزية اللي يلعبوا تقريبا كل 48 ساعة ريتم عالي وعالي جدا. نعم كابتن زياد، أيضا ليفربول عزز موقعه في الصدارة بانتصاره على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل، يعني من قادر على إيقاف ليفربول؟ ليفربول مبدع هذا الموسم كابتن. بالضبط، تقريبا ليفربول هو أفضل فريق في العالم الآن، وكمل معناته أكد شيء هذا في بطولة العالم، بطل العالم، أفضل فريق في العالم بالأداء والنتائج اللي قاعد يقوم بها في انجلترا او خارج انجلترا. اول متصدر البطوله الانجليزيه، ترشح في تشامبيونز ليج، بطل العالم، تقريبا وصل للكمال الكروي ليفربول، مشروع مده 3 سنوات مع الممتع والممتاز كلوب، بهذا المدرب الرائع اللي كل ما يحط يده على فريق الا ويتحسن، على غرار دورتموند سنوات الأخيرة اللي وصل لدور نهائي تشامبيونز ليج وكان فاز على دور نصف نهائي على العملاق الميرينجي. لهنا مع ليفربول يتحسن شيئا فشيئا الفريق، شفنا الفريق تقريبا النهائي الأول الحقيقة اللي خاضوا أمام ريال مدريد، ممكن صدفة، فيه بعض الصدفة، مازال الفريق ناقص برشا، لكن بعد أكد كان منقوص الفريق تقريبا من البنك، منقوص من بعض اللاعبين في وسط الميدان سيرتو، لهنا أكد يجيب كايتا، يجيب شاكيري، يجيب لاعبين ممتازين، أوريجي لاعبين ممتازين على الدكة. هذه تقريبا نقاط ضعف اللي كانت في ليفربول، مع هجوم فتاك مع الضغط العالي يطلع يهاجم من أول الدقائق ديما ليفربول تقريبا. نعم الشوط الأول من أكثر الفرق اللي سجلوا في الشوط الأول. ليش؟ لأنه يضغط عالي
يستنزف بدنيا، يلزمه يسجل من الشوط الاول، يلزمه كما يقول شاعر ان هبت رياحك فارتنمها. دونك الفريق هذا قاعد يستغل في فترات القوه نتاعه. نعم كابتن، فعلا كابتن زياد يعني ليفربول متالق، ليفربول متالق اذا كنت عم تسمعني كابتن زياد، ليفربول متالق كابتن زياد، هل تسمعني؟ عم تسمعني كابتن؟ نعم. ليفربول متالق هذا الموسم، بس نعطي مساحه للمباراه الاخيره اللي جرت اليوم. مانشستر سيتي فوز مهم على شيفيلد يونايتد، قلص من خلاله الفارق مع ليستر سيتي الثاني الى نقطه واحده. سيتي كابتن تقريبا تراجع المستوى بتاعه قليلا في الفتره الاخيره. سيتي غوارديولا تقريبا المشاكل بتاعه الكبرى هي المرتدات والضغط العالي، تقريبا اصبح كتاب مكشوف امام الفرق الكل، امام المدربين الكل. غوارديولا يهاجم بالسبعه بثمانيه لاعبين، يترك مساحات كبيره في الظهر بتاعه اللي يستغلهم الفرق الاخرى. كيف كيف فما مشكلة أخرى هي صعود بالكرة في الأرض، ما عندوش البلان بي. يعني لما يضغط عليه فريق أربعة أو خمسة لاعبين في المناطق متاعه في بناء الهجمة يلقى مشاكل كبيرة وكبيرة جدا. أصبح كتاب مفتوح خلينا نقوله، يلقى ضعفه واضحة، الفرق الكل تضغط عليه في بناء الهجمة، ثم وقت يهاجم سبعة ثمانية لاعبين يحاولوا ياخذوا يحاولوا يستغلوا المساحات اللي يخليهم الدفاع في الظهر. نعم. بعض الاسماء اللي تراجعت شويه، تراجعت المستوى نتاعها، هنا نحكيوا على فرناندينو، زينشينكو. كابتن زياد تقريبا هو حط على الحلول كابتن سومر. مانيش نسمع فيك كابتن سومر. كابتن زياد يعني شكرا لك على كل هذه المعلومات، باعتبار الملف الوقت المخصص لملف الدوري الانجليزي انتهى، خلينا ننتقل للملف الثاني، ملف دوري ابطال افريقيا، ولكن بعد الفاصل. حقق الأهلي المصري انتصارا سهلا على ضيفه بلاتينيو من زيمبابوي، وغلبه بهدفين دون مقابل بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم. في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، سجل الهدفين صاحب ملعب وليد سليمان، وبانتصار رفع الأهلي رصيده لست نقاط مركز الثالث بفارق الأهداف خلف أول والثاني المجموعة، فيما بقي بلاتينيو بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة الثالثة اكتسح الوداد الرياضي المغربي ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بأربعة أهداف لهدف، ليرفع الوداد رصيده لخمس نقاط بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفريق الأنغولي عند نقطة واحدة ليبقى في قاع الترتيب. نعم كابتن زياد، العودة لك مرة أخرى، خلينا نبلش بفوز الأهلي على بلاتينيو من زيمبابوي بثنائية، انتصار كان مهم كابتن زياد. بالطبع تقريبا الموازين او القوى مش نفسها، فريق الاهلي فريق عريق، فريق كبير جدا، افضل بكثير من فريق بلاتينيوم اللي هو الحلقه الاضعف تقريبا في المجموعه هذه. تقريبا مجموعه المنافسه تنحصر ما بين النجم الساحلي هلال والاهلي السوداني، ست نقاط تقريبا الكل في المركز الاول، ونقطه ضعف هو الفريق بلاتينيوم. فريق الاهلي نحكيه تقريبا نقاط القوه نتاعه هما ثلاثه لاعبين، ازارو بتحركاته في الهجوم بفتح المساحات للاعبين اللي يجيو من الخلف بالابيل بال او خلينا نقولوا طلب الكره في ظهر المنافسين. معلول كظهير ايسر نقطه قوه كبيره وكبيره جدا في فريق الأهلي، بالأخص يعطي حلول هجومية لما يجي من الخلف ويعمل زيادة العددية بالعرضيات الاختيرة. كيف كيف سليمان على الجهة اليمنى ممتاز وممتاز جدا رغم تقدمه في السن ورغم الجاهزية البدنية اللي طاحت شوية، نشوفوا المدرب ديما يغيره في الشوط الثاني، لكن ديما يعطي حلول كبيرة وكبيرة جدا للأهلي. لكن خلينا واقعيين، الأهلي مش أهلي السنوات الفارطة، مش أهلي العملاق المرعب. نحكيه لنا على مجموعة فيها كيف ما قلت الهلال الأهلي والنجم الساحلي،
كان تحب نحكيه شوية على نجم الساحلي كابتن اللي نهزم أمام الهلال السوداني 1-0 تقريبا. مقابلة كانت في اتجاه واحد اتجاه النجم الساحلي، نجم سيطر بالطول والعرض، لكن كرة كانت كرة خلينا نقوله مباغتة للحارس المرمى، ولهنا نقطة ضعف النجم الساحلي هي حارس حراسة المرمى ومهاجم صريح اللي تقريبا الزوز مراكز اللي قاعدة تبحث عليهم النجم الساحلي تقريبا منذ سنتين منذ خروج بونجاح كمهاجم، تبحث على مهاجم صريح اللي ينجم يتوج مردود زملائه أو ينجم يترجم السيطرة متاع النجم الساحلي في في أوقات قوتها لأهداف. مشكلة أخرى هي حراسة المرمى اللي متذبذبة ما بين كرير وما بين البديري، تقريبا النجم يفتقد إلى حارس مرمى الحقيقة في المستوى متاع الفريق هذا. لكن النجم الآن تنتظر مقابلات صعيبة، كيف ما قلت منحصرة هي الترشح منحصر ما بين النجم والهلال والأهلي. الآن بش يلعب النجم في الإياب مع الهلال ومع الأهلي في الملاعب بتاعهم، يعني بش تكون مهمة صعبة وصعبة جدا. لكن رغم هذا نقول النجم الساحلي قادر يجيب الفوز بالبرة، قادر يجيب الفوز بالخارج ونرجح ترشح. نتصور معناتها توقع شخصي، نتصور النجم الساحلي والهلال والأهلي المصري هما المرشحين الأبرز في المجموعة دي. نعم كابتن زياد، أيضا بالانتقال للمجموعة الثالثة الوداد المغربي يعني يحيي أماله من مرة أخرى بالتأهل بفوزه على بيترو الأنغولي بأربعة أهداف لهدف، انتصار كان عريض بمباراة تألق فيها الكابتن أيوب الكعبي لاعب نادي الوداد بتسجيله هاتريك. كابتن زياد بالضبط تقريبا اكتساح من فريق الوداد مع فريق بيترو الأتليتيكو، تقريبا الفريق هذا هو نقطة ضعف في المجموعة هذه، هو يقبع في المركز الأخير بنقطة، فريق ضعيف الحقيقة بارابور أو مقارنة بالفرق الأخرى، بفريق اتحاد العاصمة الوداد أو سان داونز، فرق عريقة وعندها باع وذراع في البطولات هذه. تقريبا اكتساح بالطول والعرض، هاتريك من اللاعب الموهوب أيوب الكعبي، لاعب رائع ورائع جدا، تحركات طلب بالكرة، يحاول يضغط على الدفاع باش يجيب الأخطاء، حتى لو كان تكون هجمة ميتة خلينا نقوله يربح الأخطاء اللي تكون قريبة من مرمى الخصم. تقريبا لاعب ممتاز وممتاز جدا. لكن نرجع للمجموعة دي اللي فيها تقريبا مجموعة مهمة لأنه فيها فريقين عربيين، ونتوقع أو نتمنى الترشح للوداد وللاتحاد العاصمة، لكن خلينا نكون واقعيين، سانداونز الجنوب أفريقي فريق ممتاز وممتاز جدا اللي نتصوره باش يترشح في المجموعة دي، وهو الأول الآن ومتصدر المجموعة 7 نقاط. نتصور الوداد هي الأقرب من اتحاد العاصمة، فريق ممتاز جدا يلعب في ريتم عالي، بطولة مغربية اللي قاعدة تتطور شيئا فشيء. شفنا المقابلة الكبيرة في البطولة العربية ما بين في ديربي ما بين الرجاء والوداد، ريتم عالي وعالي جدا، جمهور رائع جدا، أرضية الميدان، البنية التحتية في المغرب قاعدة تتطور، والكرة المغربية قاعدة تتطور في تطور رائع ورائع جدا السنين الأخيرة. ونتوقع كما قلت الوداد وسان داونز هما الأقرب وهما الأعرق أو هما الفرق الأكبر في المجموعة دي. على كل نتمنى ديما الفوز للفرق العربية، نتمنى الفوز أو الترشح للاتحاد العاصمة والوداد، لكن ديما نحكي بالواقعية أكثر. نعم خاصة كابتن يعني فريق الاتحاد العاصمة بعد خسارته أمام ماميلودي سان داونز يعني حدوده ضعفت بالتأهل للدور المقبل كابتن ربع نهائي. ضعفت حدوده قليلا، اتحاد العاصمة يخسر في الملعب بمتاعه معناتها 1-0 أمام سان داونز، فريق الحقيقة هو
فريق محترم يلعب 4-2-3-1 توازن كبير، ما نجموش نصنفوه كفريق لا دفاعي لا هجومي، يلعب توازن انتشار في الملعب، يحاول يقارع الكبار، لكن الحقيقة بعد الخسارة في الملعب نتاعو مع سان داونز، انتظروا مقابلة مع سان داونز في جنوب أفريقيا، يعني بتصعب الأمور شوية على فريق اتحاد العاصمة الحقيقة، وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى له الفوز في المقابلات القادمة والترشح هو وفريق الوداد. نعم كابتن، أيضا يعني المجموعة الأولى الحقيقة لو نلقي نظرة عليها بعجالة لو سمحت كابتن زياد، الزمالك الحقيقة تعادل مخيب أمام زيسكو زامبي، والمباراة الأخرى بين مازيمبي وبريميو أنغولو، بنركز على الزمالك، كيف بتشوف حظوظ الزمالك بهي المجموعة كابتن زياد؟ كل حظوظ موجودة للزمالك، هو يقبع في المركز الثاني مع مازيمبي العملاق، مازيمبي الفريق اللي فاز على الزمالك 3-0 في الملعب متاعه، مازيمبي تقريبا القوة متاعه في الملعب متاعه، يفوز في الملعب متاعه، لكن في المقابلات اللي خارج الميدان يلقى برشا مشاكل، لهنا شفناها عمل تعادل 1-1 مع بريمو أغوستو الفريق الأخير في المجموعة، يعني مازالوا مقابلة مع مازيمبي في مصر اللي نتصور زمالك هي راح تكون حاسمة. نعم فعلا كابتن، يعني مواجهة الزمالك لمازيمبي راح تكون مهمة جدا لتأهل الزمالك، نتمنى التوفيق لكل الفرق العربية بدوري أبطال أفريقيا. كنت معنا ضيفا عزيزا من تونس الكابتن زياد المستيري محلل ومدرب كرة قدم، شكرا جزيلا لك كابتن زياد. شكرا لك. شكرا كابتن، شكرا. والآن ننتقل للملف الأخير بحلقة اليوم، ملف الكرة السورية، ولكن بعد الفصل. بلغ نادي الطريق الدور نصف النهائي من مسابقة كأس أندية إقليم الجزيرة بكرة القدم على حساب نادي الاتحاد، ففي المباراة الإياب من الدور ربع النهائي والتي جمعت فريقين على ملعب شهداء 12 من أعضاء بقامشلي، تغلب الطريق على الاتحاد ب3 أهداف لهدفين، سجل الفائز محمد حسن هدفين وحسين محمد هدف، ليصعد الطريق للمربع الذهبي بمحصلة مباراتي الذهاب والإياب ب5 أهداف لـ4. وفي مباراة أخرى بنفس الدور خيم التعادل السلبي من دون أهداف على لقاء سردم وبرخدان، ليتأهل سردم لنصف نهائي المسابقة بعد فوزه في لقاء الذهاب ب2-1. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن بطولة كأس أندية إقليم الجزيرة لكرة القدم ينضم إلينا من مدينة قامشلي الكابتن أحمد صبري عضو مكتب كرة القدم بالاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة. مساء الخير كابتن أحمد. كابتن أحمد صبري هل تسمعني كابتن أحمد؟ مساء الخير كابتن سومر عليك وعلى كل المشاهدين، وبهالمناسبة نقول جميع أهالينا بالبلد وخارج البلد كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله دائما بالخير والسلام إن شاء الله. حبيبي كابتن وانت بألف خير، وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة عفوا على سوريا والمنطقة بشكل عام. كابتن أحمد، دور كأس أندية إقليم الجزيرة بكرة القدم وصل لدوره نصف النهائي، خلينا نتحدث عن مباراتا ربع النهائي. الطريق تجاوز الاتحاد وسردم تخطى برخدان، قراءتك للقاءين كابتن أحمد؟ ألو عم تسمعني كابتن أحمد؟ لا تقل لي عيد السؤال طويل. كابتن أحمد هل تسمعني؟ ألو نعم كابتن أحمد أنا عم بسمعك بوضوح، عم تسمعني أنت؟ الصوت مو واضح كابتن سومر. هلا شلون الصوت هيك عم تسمعني؟ يعني شيء خفيف. كويس، بس حكي لي على مباراتي الطريق والاتحاد وسردم وبرخدان اللي انتهت بتأهل الطريق، تأهل الطريق وتأهل سردم. تمام. نعم. طبعا نحن كمكتب كرة القدم طبعا نحن نعطي أهمية لدوري كأس الإقليم. نحن من خلال دوري الكأس تأهل 8 أندية لدور الثمانية. تأهلت على طبعا بعض النتائج برخدان والأساش والطريق والاتحاد والصناديد والدجلة وسردم وفدن. طبعا لعب برخدان وسردم امبارحة مباراة الإياب، قبل كان لعبوا الفريقين ذهابا
فاز سردا بهدفين مقابل هدف واحد. ومباراة الأمس مباراة الإياب ساد التعادل فيما بين الفريقين وعليه تأهل سردا لدور الأربعة. أيضا نادي الطريق ونادي الاتحاد ذهابا لعب الفريقان تعادلا هدفين مقابل هدفين. إيابا مباراة الأمس فاز الطريق بثلاث أهداف مقابل اثنين وأيضا تأهل الطريق إلى دور الأربعة. طيب كابتن أحمد، طبعا عرفنا أضلاع المربع الذهبي بالدور النصف النهائي راح يكون في عنا مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى راح تجمع بين دجلة وسردم والثانية راح تجمع بين الأصايش والطريق. طبعا ذهاب نصف النهائي بعتقد الثلاثاء المقبل كابتن، باعتبار حضرتك عضو مكتب كرة القدم. نحن حطينا جدول مباراة الثلاثاء ذهاب ويوم الجمعة القادم طبعا يصادف 3/1/2020 مباراة الإياب. طبعا راح يلعبوا بنفس اليوم مباراة دجلة وسردم الساعة 12 وبعد مباراة الأصايش والطريق الساعة 2 هاي يوم الثلاثاء. طبعا مباراة الإياب يوم الجمعة قلنا بتاريخ 3/1 راح يلعب الطريق ضرب الأصايش الساعة 12 ويلعب سردم ودجلة الساعة 2. نعم طيب كابتن، كيف بتشوف حظوظ الأندية بالدور نصف النهائي؟ يعني نادي دجلة نادي متحفز، مباراة الكأس عادة نعم. تأخذ أهمية عن بعض الأندية وأيضا بالفتور عن بعض الأندية الأخرى. يعني حسب ما لاقينا أنا كمكتب كرة القدم الأندية اللي وصلت لهذا المربع طبعا الجديرة هناك نادي سردم ونادي الأصايش ايضا القادم الجديد نادي دجله بصراحه فريق طامح بقوه وطبعا كمان عم يدور على النتائج وحتى على التتويج. والطريق كمان بس احس يعني موضوع فريق الطريق بعض النقص وبعض الاصابات بلاعبيه ممكن يعني النتيجه ما تكون لصالحه، بس على الاغلب اشوف التنافس راح يكون بين ثلاث انديه الأصايش وسردم ودجله. نعم. وطبعا الحظ الاوفر للفريق اللي راح يجيب نتائج وراح نقول لكل انديتنا الف مبروك وبالمحصله راح نعطي التتويج لبطل الكاس. نعم كابتن، نتمنى التوفيق لكل انديتنا ببطوله الكاس، فعلا بطوله جميله ومثيره بالاضافه لبطوله الدوري. كنت معنا من مدينه قامشتي الكابتن احمد صبري عضو مكتب كره القدم بالاتحاد الرياضي في اقليم الجزيره، شكرا جزيلا لك، والشكر الاكبر موصول لكم مشاهدينا على طيب وحسن المتابعه، وكل عام وانتم بخير، تصبحون على خير والى اللقاء. نيمار شعل النار، نيمار سلام.